واحد النهار كان واحد الشاب في واحد الحفلة، فإذا به كتفاجأ بواحد الشخص بقى كيشوف فيه. داك الشخص كيعرفو من زمان، داك الشخص اللي كان كيشوف فيه كبر بزاف وتقدم في السن، واللي هو الأستاذ ديالو اللي كان كيقريه في الابتدائي. فقرب ليه وعطاه واحد العناق، قال ليه انت باقي هنايا؟ واش انت باقي حي؟ الحمد لله ملي شفتك اليوم. الاستاذ صدم، ما عرف باش تبلى، فقال ليه واش ممكن نعرفك شكون انت؟ قال ليه ما عقلتيش عليا، زعما ما جريتش لك الشابة ديال شي واحد كنتي كتقريه ملي كنتي صغير او ملي كنت صغير؟ قال ليه لا ولدي، ما اسمح لي ما عرفتكش. السيد الصغير قال ليه انا داك الوليد اللي كنت سرقت واحد الساعة ديال الزميل ديالي في القسم، وكنتي امرتينا باش نديرو تفتيش، حيت داك الدري قال لي بلي راه استاذ شي حد سرقني، وانا نتاكد ان السرقه تمت داخل الفصل الدراسي. فقام هاد الاستاذ باش يعمل واحد العمليه ديال التفتيش، خلاهم يدورو كاملين على جنب الحيط، يشوفوا في الحيط وينزلوا راسهم، بدا كيفتش فيهم واحد بواحد واحد بواحد. قال لي داك الشاب اللي راه استاذ كنت في واحد الحاله يرتلعها، زعما قلبي كان كيضرب، وكنت كنقول دابا الى الوالد ديالي اكتشف الموضوع، الى عرف هادشي اللي كنديرو، زعما شنو غادي تكون ردة الفعل ديالو؟ وليت سراق وما بقاش غادي يبقى يقول لي بلي راني ما ربيتكش في احسن تربيه، وندمت وراني فشلت في التربيه ديالك، سوم عندي ما ندير، ما عرفت شنو ندير. ديك الساعه قلبو بدا كيضرب وخاف. ملي قرب حداه وهو يلقى الساعه، جبدها وبدا كيكمل عملية التفتيش ديالو. الدري تصدم، قال لي استاذ راني تصدم، ديك الساعة مين درتي؟ واش ما عقلتيش عليا؟ في داك الوقت كان الاستاذ حط المكانة وعيط على الدري اللي كانت تشفرات ليه، عطاه المكانة وقال ليها هي المكانة ديالك لقيتها صافي سير. قال لي استاذ واش ما عقلتيش عليا؟ زعما واش ما عقلتيش على وجهي؟ قال لي راني عقلت على ديك اللحظة، عقلت على الموقف في شنو طرا فيه، وعقلت على كل شيء، ولكن ما عقلتش على وجهك. علاش؟ حيت كان مضرق عينو بواحد التوب باش ما يعرفش شكون السارق، وباش ما ياخذش عليه واحد نظره خايبه، وكان كيحافظ على السمعه ديال التلاميذ ديالو، كيحاول ما امكن انه تلاميذو خيدرو الاخطاء يعلمهم بطريقه تربويه، وميم طون ما يجرحهمش وما يخليهمش يتعذبوا نفسيا، حيت هما مازال صغار، مازال ما عرفوا في الحياه حتى شي حاجه، مازال خصهم يتعلموا. قال لي زعما استاذ انت غيرتي حياتي من داك النهار، وانا كنقول بلي السرقه راه ممنوعه، ما خصنيش نبقى ندير حد الشيء. قال لي داكشي اللي درتو انا حاولت ما امكن انني ما نتعاملش معاك انت كشخص سارق، وانما نتعامل معاك كطفل ما عرفتيش شنو هذا الخطا اللي درتي، ما عرفتيش او ما عرفتيش الخطا العظمه ديالو كيفاش دايره، وخليتك تتعامل مع الموضوع انت بوحدك، والنفسيه ديالك والضمير ديالك كيانبك راسك، ولكن بغيتش نزيد عليك. فهذه كانت طريقه التربيه ديال الاستاذ للتلاميذ ديالو. كنتمنى ان هذا الفيديو خديتو منه العبره، ان القصه عجبتكم، وهذه سلسلة جديدة دخلناها في القناة ديالنا، سلسلة قصص وعبر، كنتمنى تكونوا استفدتوا وخديتوا أيضا العبرة. وإلى اللقاء إلى قصة أخرى فيها عبرة أخرى، كنتمنى لكم التوفيق والنجاح والصحة الجيدة، مع السلامة.